أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. الفقد لا موعد له، الفقد وجع خفي لا يشعر به إلا من عاشه. الفقد هو موت أحد أعمدة البيت أو شريك حياة، زوجة أو أبناء، ألم لا حدود له يصعب وصفه. وعندما يحين وقت الفقد سوف يمر الشخص بمراحل، أولها الإنكار، وهو فقدان الإحساس والصدمة، ويرفض فيها الشخص تقبل فقدان من يحب، وينظر للأمر على أنه ليس حقيقة، وتتجمد المشاعر، ويغيب الشخص من الوجود، وينكر الموت، ويرفض تصديق ذلك. المرحلة الثانية الغضب، وبهذه المرحلة يمر الشخص بالغضب على سبب حدوث الفاجعة، ويتساءل لماذا حدثت له ولماذا أنا بالذات. ومن الأخطاء النفسية بهذه المرحلة هو معاتبة الشخص على كلامه، لأنه لا يشعر ولا يعي ما يقول، وواجبنا بهذه المرحلة الوقوف بجانب الفاقد ومحاولة نقله لمرحلة أخرى من مراحل الفقد بدل معاتبته ودعمه نفسيا. المرحلة الثالثة الاكتئاب، وبهذه المرحلة يشعر الشخص بالضيق ولا يحب أن يجالس أحد، ويضطرب نفسيا وسلوكيا. المرحلة الأخيرة مرحلة التقبل، وفي هذه المرحلة يفضي اليأس والانسحاب التدريجي إلى الإحساس بالاستسلام الكامل ومحاولة التعايش بسلام بالحياة مع الفقد. ماذا يجب على المحيطين بالفاقد فعله؟ أولاً التقرب إلى الله والحديث عن رحمة الله عز وجل بالمفقود ورحمة الله به، وأن وجوده عند الله أفضل بكثير من وجوده بيننا. ثانياً مساعدة الشخص الفاقد الانتقال من مرحلة إلى مرحلة بشكل سريع، وخاصة مرحلة الإنكار والصدمة، ونقله إلى الاكتئاب ومن ثم القبول. ثالثاً صرف انتباه الفاقد كلما تذكر المفقود، وعدم السماح له بالاسترسال بتذكر المفقود وتذكر تفاصيل ومواقف الحياة معه. رابعاً عدم التخلص من مقتنيات المفقود مرة واحدة، والسماح للفاقد بمشاهدتها حتى يتعود على وجودها مع عدم وجود صاحبها. وأخيراً استمتعوا بمن تحبون، واصنعوا الابتسامة، واستغلوا وجودهم، فلا نعلم ساعة الفراق. حفظكم الله من كل مكروه، وأدام الله عليكم ثوب العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.